اللي ممكن هتحصل، هتحصل عباره عن في الابر ليج وفي اللور ليج. الموتور موفمنت، الموتور موفمنت بتكون عباره عن ايه؟ نفس الاستاتيك في الاول، اكزاجريشن في الموفمنت، بعد كده هيحصل فيه باراليزم. اكزاجريشن هشوفها ازاي؟ لايك ريفلكس، الريفلكس بتاعت الايجو والني ريفلكس. خلاص؟ الاقي اكزاجريشن، الاكزاجريشن ممكن الاقي عنده سويتشز موجوده في الموتور وممكن توصل الى ستيج اوف كونفرجن. خلاص؟ بعد كده لما يوصل ستيج اوف الباراليزم هيحصل فيها الايه؟ الريفلكس كلها هتبقى نص، وبيحصل فيها ريست اند فود دروب. دي الستيج اوف ايه؟ الباراليزم بنسميها قريبه من الاند ستيج. مفهوم من الكلام ده؟ في حالات الموتور والسنسوري العكس بقى، عكس البيوبي. يعني البيوبي بتظهر في ذا سيم سايد، لكن الموتور بارتيشن بتظهر في الاوبوزيت سايد. خلاص؟ الموتور فايبر في البريك معكوسه بقى هايبر ليفل. خلاص؟ ماشي؟ اللي عايز بقى الكلام زي الاناتومي كومبريشن.
Thank you.
هو يعمل ايه؟ ممكن يحصل او في معظم الحالات
كل فترة خصوصا فترة الأوقات اللي بيحصل زي الأوقات اللي البطء
باثولوجيكي. بقول ده باثولوجيكي، النص السكر اللي ايه؟ يكون باثولوجيكي. السبب ده ان الشخص ما حصل نص السكر شكر ديو تو الليفرج، وبعد كده لما ولع اتخبط وليس العكس. فطالما ان في عندي سبب باثولوجي، يبقى اول حاجه بفكر فيها ان يكون ايه؟ باثولوجيكي. الحالات بتاعت الاكل السكر ده بروف الاكل السكر في الديسنشن باكو في الكولر اللي على الكولينس اوف ذا هارت، لان دي اصغر بس ممكن نشوف فيها بريزنس اوف ايه؟ الكوليسترول. معايا كده؟ فالدايجنوزس اوف الاثيروسكلروزس باي ديسكشن اوف ذا هارت اند ديسكشن اوف الكولر بنقدر ايه؟ نشخصها او نشخصها في حاله الديسكشن. معايا؟ في عمليه الجدول المقارنه بين الفرق بين التروماتيك والباثولوجيكال بريزنس. تروماتيك ان ايش ده اللي ايش من الستين والست والست كومن تايب بتاعها في التروماتيك، عشان يحصل في تروماتيك قلنا برضه بيكون اكستنشن للايه من الاكستاجونال او السبجونال. فالكومن تايب اللي بيحصل فيهم اللي هم الكارتر عند الايفون السمبرال والكارتر، بالتالي الفورمه السلوكيه والفورمه، وهنا تروما هايبرتشن او مشكله. عايز اتكلم عن حاجه اخرانيه اللي هي الفوز عند الفوز الفوز انجي اللي بتحصل في البيت. حد عايز يفكر في الاول؟ كلمه الفوز والفوز الفوز انجي دي ممكن نتيجه التروما وش ايه؟ الغرايز تروما وش التدين اللي هو حالات ايه؟ حالات اللي هم الفول فروم هايت وحالات الفرق الحالات دول اللي حاسين دول بيتقال يبقى له وضع مختلف خالص. الانجل اللي فاتحه في البيت بتبقى مختلفه خالص. حالات اللي هو الورد ماشي نفعك، كلمه ورد ماشي على فرقك العربيه ماشيه بسرعه، ورد الفرقه دي اسمها ورد ماشي زي الكورباكت بيتحرك لورا وقدام. خلاص؟ الكلمه اكسلريشن دي اكسلريشن، لو واحد ماشي نازل من فوق تاخد بسرعه، ونص واحد نفس السرعه وورد فرقه. اقولها على الارض، ففي حاجه بتحصل في السوق مش بالموت. خلاص؟ الانجنز اللي بتحصل هنا قسمتها حاجه اسمها كوب انجنز، يعني الانجنز اللي بتحصل ات ذا سيم سايت. دي بتفيدني ايه؟ ان انا اقدر اعرف العيان الشخص ده وقع على وشه ولا وقع على ظهره ازاي؟ لو العيان وقع على وشه المفروض عند مكان الوقع هلاقي فيه انجنز في السكان. خلاص؟ او في السكان يبقى في بكتيريز وند او اني تايب. المفروض ان انا الاقي فيها لو في انفوت للبرين، البرين بيشوف البول او الستيب بتاع الفرونتال لوب او الاوبتيكال اللي مفتح مواقع على فيه كونتيوجن في السيشن نفسها او فابريك او بسميها لاتريشن اوف ذا برين. خلاص؟ يبقى اللي هيتكلم عن الوقت لاتريشن انجري اوف ذا برين بتحصل في حالات موفمنت اوف ذا برين بسبب الستوبج. لو حصلت حاجه ذا سيم سايد اوف ذا تروما يبقى احنا بنسميها الكوب انجري. وعشان اشخص الكوب انجري يبقى لازم معاها ايه؟ انجري على الاسكان ات ذا سيم سايد. الكوب انجري معناها ايه؟ معناها نتيجه الموفمنت او صعب الصوتش الموفمنت فراح البرين ايه؟ اتحرك في الاتجاه ورجع تاني. لما اتحرك في الاتجاه الثاني هنصور فين؟ في السكاي. صار في السكاي يبقى الانجري حصلت فيه التيك اوف دي الاوف. يبقى احنا نقول دلوقتي لو واحد وقع من مكان عالي نزل على وشه متوقع هلاقي ايه؟ هلاقي في عندي انجري في السكات، وهلاقي ستيب اوف دي الفرنتال لوب فيها كونفيوجن او اكتريشن في البرين، وهلاقي في انجري موجوده فين؟ في الاوبسيتال. بس الانجري هتبقى ايه؟ مايل الاولانيه هتبقى كبير، الثانيه هتبقى ايه؟ لسه كبير. دكتور نعم، مش الاكسلريشن ده اللي هي الثابته او الحاجه هي اللي بتتحرك؟ كلمه اكسلريشن يعني انا خدت سرعه، خدت سرعه يعني ايه؟ المفروض ان الهيد ثابته والحاجه هي اللي الهيد ثابته. فانت لما اتخبطتي فانت جسمك خد سرعه، ده امتى؟ لو انت ماشيه في الشارع انت كده مش واخده طاقه، لكن جت عربيه شريتك وزقتك مسافه. يبقى انت كده اسمك اكسلريشن. في الوقوع ده الوقوع ده اسمه ديسلريشن. الوقوع اسمه ديسلريشن. عشان تقدر تسميها اكسلريشن
فنفس الكتاب برضه يحصل موقف في الهواء
هقول لك دكتور، ممكن اقول حاجه؟ ممكن حضرتك تنزلي شويه كده في Hello.
Gracias.